انا عايز اعرف في البدايه ايه هو الدور اللي بتقوم بيه المراكز الحقوقيه في الانتخابات؟ المنظمات الحقوقيه دورها هو متابعه سير العمليه الانتخابيه بما يتفق مع المعايير الحره والنزيهه، ودي صادره من الامم المتحده، وما يتفق مع الدستور والقوانين المصري، ومؤخرا مع قرارات الهيئه الوطنيه للانتخابيه. احنا دورنا هي العين المحايده التي تتابع اجراءات العمليه الانتخابيه منذ الدعوه لفتح باب الترشح حتى اعلان النتائج. في مجموعه من الاجراءات القوانين، قانون مباشر الحقوق السياسيه تضمنها، والدستور يكفل الحق في اداره الشان العام اللي هو الانتخاب والترشح، وقرارات الهيئه الوطنيه اللي هي الجهه اللي بتشرف على الانتخابات. احنا دورنا نشوف هل هذه الاجراءات يتم الالتزام بها ام ان هناك مخالفون لهذه الاجراءات. اي مكان المخالف، سواء مؤسسه حكوميه غير حكوميه، مرشحين انصار، مرشحين افراد، فهو ده دورنا. وفي الاخر نعطي شهاداتنا عن سلامه هذه الاجراءات ومدى توافقها مع الثلاث حاجات اللي انا قلتهم. تمام. ايه اللي كان موجود قبل كده مش لاقينه دلوقتي؟ احنا قلنا دايما لما نيجي ننزل الانتخابات كنا ساعات بنشوف ضرب نار. يعني دلوقتي الدنيا بقت هاديه. ايه اللي رصدتوه كان موجود قبل كده؟ حضرتك موجود بتشارك من 1995 زي ما قلت. تمام. طيب ايه اللي كان موجود بقى قبل كده ومش موجود دلوقتي، وليه من وجهه نظرك؟ في حاجات كتيره قوي دي، يعني دي تاخد، لكن في بعض المظاهر طبعا. يعني زمان مثلا 95 مثلا لما بدات كان في حاجه اسمها البطاقه الدواره. ايه البطاقه الدواره؟ كان في طرق من طرق التزوير ان الناخب يدلي بصوته في الانتخابات، فبدل ما يضع بطاقه التصويت يحط بدلها ورقه بيضه وياخد بطاقه التصويت يديها للي بره، وهي بتبقى متعلم عليها لحزب معين او لفرد معين، فتفضل اسمها بطاقه دواره. دي انتهت خلاص، ما بقتش موجوده. ليه بقى مش موجوده؟ لانه ما كانش فيه، غيرنا النظام اولا. يعني عملنا ايه علشان البطاقه الدواره دي ما تبقاش موجوده؟ يعني احنا يعني المستشار لاشين قال انا اراهن ان البطاقه الدواره دي تبقى موجوده تاني. لا خلاص، فمعناها ان في حاجه حصلت عشان كده السلبيات اللي كانت موجوده قبل كده ما تحصلش. اولا، اول رصاصه اطلقت على البطاقه الدواره كان في عقب انتخابات 2000، في 2005 لما انشئت كان حاجه اسمها اللجنه العليا للانتخابات، وكانت تابعه لوزاره العدل. أخذنا كل إجراءات العملية الانتخابية من وزارة الداخلية، أو الحكومة كانت هي اللي بتدير، ممثلة في وزارة الداخلية في ذلك الوقت بموجب القانون، أخذناها وديناها للجنة العليا اللي كانت موجودة في وزارة العدل. وإحنا بنراقب سلامة الإجراءات أو بنتابع سلامة الإجراءات، قلنا لا، اللجنة العليا دي تابعة لوزارة العدل، ووزارة العدل تعتبر جزء من السلطة التنفيذية، إحنا عاوزينها حاجة مستقلة. فعشان كده أنشأت الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة تماما عن أي جهة حكومية. فمفيش حد في مصلحته انه لا يزور ولا يمنع ناخب من التصويت ولا يضغط لصالح حد، لانها هيئه مستقله تماما عن المرشحون والناخبون والانصار والحكومه ومؤسسات الحكوميه. فدي البطاقه الدواره انتهت. كان في زمان حاجه اسمها البطاقه الدواره كانت تعبر عن حاجه اسمها سياسه ملء الصناديق بصوت معين. في حاجه اسمها سياسه تفريغ الصناديق، بمعنى انه كان مرشح بعينه يمنع أنصاره بداية من الذهاب إلى الصناديق بأي شكل وأشكال، زي ما حضرتك قلتي، بالعنف، بالمنع، بأي طريقة. ده كان بيفتعل أزمات يعني. أيوة. وكأن دي زميله ضربه بالنار، يعني احنا شفنا مواقف وخناقات على الطريق وقطع الطريق بعجلات العربيات وإطارات السيارة إلى آخره. فكان أنصار مرشح بعينه يذهبوا ويصوتوا، وأنصار الثاني لا يذهبوا أبدا إلى صندوق الانتخابات، فاسمها سياسة تفريغ الصناديق. أيضا هذه ظاهرة انتهت. ظاهرة العنف حضرتك أشرت إليها، طبعا كان في، يعني إحنا كنا كل مرة في من 95 وإحنا بنعمل جدول مخصص للقتلى في الانتخابات والمصابين وأرقام المحاضر. صحيح. يعني دي كان من ضمن آليات المتابعة، من ضمن المتابعة الذكريات المأساوية. إنه كان في حوادث شهيرة جدا، وكان في دوائر بعينها، وخاصة في الصعيد كان في دوائر بعينها الشعرية كمان معروف. لا أنا فاكرة لما كان بينزل أيمن نور وكان مرة عمل نفسه إنه مضروب بالنار طول عمره. لا دي كانت فيه، ده كان بيحاول يقلل. أيوه، بس كان بيمنع ناس إنها يعني توصل للدوائر الأخرى. يعني هو كان دايما له أساليب يعني ملتوية. مظاهر العنف دي يعني خلاص اختفت. مظاهر كمان يمكن شوية موجودة، دي اللي لسه بقى عندنا من الماضي، اللي هي شويه ممارسه الدعايه الانتخابيه اثناء التصويت. احنا عندنا حاجه اسمها صمت انتخابي،
احنا متعودين الناس ما كانتش تعرف عليه صمت انتخابي. صمت انتخابي ده بدا مع تطوير النظام الانتخابي في مصر، اللجنه العليا واللجنه الدائمه ثم الهيئه الوطنيه، قالوا لا في صمت انتخابي انه قبل الانتخابات ب 48 ساعه ادوا فرصه للناخب يستريح شويه من دوشه المؤتمرات والندوات واللافتات، وادوا له فرصه يعبر عن رايه ويختار اختيار هادي. حتى هذه اللحظه لا زال بقى من بقايا النظام السابق. هل مقصود ولا هو يعني مش واخد باله؟ اصل ممكن يكون الناس مش واعيه لموضوع الصمت الانتخابي ان هو قبل 48. يعني في 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 مرشحين قاصدين ده، بتبقى المنافسه شرسه جدا ولغايه اخر لحظه هو متمسك بممارسة الضغوط على الناخب فبيضطر يعمل ده. وبتيجي زي ما تيجي بقى غرامه من الهيئه الوطنيه ماشي اي حاجه، لكن بيعملوها. وفي ناس ما بتبقاش واخده بالها، وفي ناس بيبقى الحماس الزائد لانصار المرشح بعينه بيدعوهم ان هم يشيلوا بوستر عليه اسمه او لابسين تيشيرت عليه صورته الى اخره. ده ممنوع برضه قبل 48 ساعه؟ اي حتى لو الميكروباص اللي بينقل الناخبين للتصويت عليه صوره المرشح ده ايضا ممنوع، يعني 48 ساعه تماما لا حديث. في بعض المرشحين بيحطوا صورهم على العربيات بتاعتهم، ده برضه ممنوع؟ طبعا لازم ممنوع. تتشال ممنوع. طب نوضح برضه النقطه دي ان هو لازم برضه تبقى مش موجوده قبل الانتخابات الخاصه بيه ب 48 ساعه. وتوزيع الرقم المسلسل واسم رقم اللجنه مع صوره المرشح دي واللي بيجوا يرموا علينا واحنا ماشيين ورق، ده ممنوع برضه يعني؟ طبعا يا ريتو يبطل كل دي مظاهر ممنوع طبعا. دي لسه، لكن يعني ايه، خدي بال حضرتك انه الاجراءات العمليه الانتخابيه في اجراءات جوهريه واجراءات ثانويه. في اجراءات جوهريه يعني لما نتكلم عن التزوير، عن العنف، عن منع انصار المرشح، عن توجيه الناخب من قبل الموظفين اللي بيديروا، دي تمس سلامه جوهر العمليه الانتخابيه. لكن في حاجات يعني لا تمس سلامه الاجراءات، يعني زي ممارسه الدعايه في المحيط الانتخابي الى اخره، ده يعني نقدر نقول انها بتعدي يعني ما لا تخالف.